فهم من آرائك اللي احنا سألناك فيها سابقا انك يعني مش مع ان المشير السيسي يستقيل من وزارة الدفاع وترشح كالرئاسة. لا. فهم انه ان انت هتبقى مع، انا مبكرا قلت ان مصر في حاجة الى المشير السيسي كوزير دفاع اكتر منها له كرئيس جمهورية، لان وجوده في القوات المسلحة المؤسسة الوحيدة المتماسكة الان من اجهزة الدولة هو ضمانة للتطور الديمقراطي في مصر. يعني انا ده كان رأيي، لكن عندما ابدى رغبته ان هو هيترشح هذا حقه، يعني هنا لا اعترض، هذا حقه. لكن انا كنت يعني اعلن تقدير سياسي مبكرا ان احنا محتاجينه كوزير دفاع كضمانة لان الجيش هياخد الموقف الصح اللي خده يوم 11 فبراير بالنسبة لمبارك، ويوم 3 يوليو و30 يونيو بالنسبة للدكتور محمد مرسي.